بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بأفضل صحة وعافية. نستكمل معكم محاضراتنا لمساق محاسبة شركات 2، والمحاضرة 20 والأخيرة لهذا المساق، وهي المحاضرة التي سيتم شرح تكملة الفصل 18 والذي بعنوان تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها. طبعا في المحاضرة السابقة تعرفنا على النصوص القانونية لأحكام العامة للتصفية الاختيارية والتصفية الإجبارية، وأيضا تعرفنا على حالات التصفية، وهي التصفية اختيارية بكون بقرار من الهيئة العامة غير العادية، وتصفية إجبارية بقرار من المحكمة. طبعا بعد ذلك انتقلنا إلى التصفية الاختيارية وتعرفنا على النصوص القانونية للتصفية الاختيارية، ومن ثم تعرفنا على أسباب التصفية الاختيارية. في هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نتعرف على التصفية الإجبارية والنصوص المتعلقة بالتصفية الإجبارية. المادة 266 حالات تقديم طلب التصفية وإيقاف التصفية. ألف، يقدم طلب للتصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينيبه، وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية: ألف، إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي. اثنين، إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها. ثلاثة، إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع. أربعة، إذا زاد مجموع خسائر الشركة على 75% من رأس مالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأس مالها. ب، من المادة 266 للوزير بناء على تنسيب المراقب، إذا قامت الشركة بتوفيق أوضاعها خلال إجراءات التصفية وقبل مباشرة مصفي أعماله الطلب من المحامي العام المدني إيقاف هذه التصفية. المادة 267 بدء التصفية وتعيين المصفي ووقف الدعاوي المقامة ضد الشركة. ألف، تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها، وللمحكمة تأجيل الدعوى أو ردها أو الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على الأشخاص المسؤولين عن أسباب التصفية. ب، للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية أن تعين مصفياً وتحدد صلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة للمحكمة. أيضاً لها تعيين أكثر من مصفي واحد، ولها عزل المصفي أو استبدال غيره به. طبعاً تتولى المحكمة تبليغ هذه القرارات إلى المراقب. جيم، للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفية أن توقف السير في أي دعاوى أقيمت أو إجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها أمام المحكمة. طبعاً بيشترط في ذلك أنه لا يجوز سماع أي دعوى أو إجراءات قضائية جديدة إذا أقيمت على الشركة أو اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية. دال، يترتب على صدور قرار التصفية الإجبارية ما يلي: ألف، وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة. طبعاً بيختص المصفي حصراً بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية. اثنين، وقف احتساب أي فوائد على الديون المترتبة على الشركة إلا إذا كانت فوائد هذه الديون طبعاً مؤمنة برهون أو بضمانات صحيحة. دال، وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية. أربعة، وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة 3 أشهر إلا إذا قرر طبعاً المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة جيم من هذه المادة. خمسة، وقف السير في أي معاملات إجرائية أو تنفيذية
ضد الشركة إلا إذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه. في هذه الحالة توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية. 6. سقوط الآجال المتفق عليها مع مديني الشركة لتسديد الالتزامات المترتبة عليها. ننتقل بعد ذلك إلى المادة 168 ألف للمحكمة بناء على طلب المصفي أن تصدر قراراً يخول المصفي وضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها إلى المصفي، ولها بعد صدور قرارها بتصفية الشركة أن تأمر أي مدين لها أو وكيل عنها أو بنك أو مندوب أو موظف بأن يدفع إلى المصفي أو يسلمه أو يحول له على الفور جميع الأموال والسجلات والدفاتر والأوراق الموجودة لديه والعائدة للشركة. ب. يعتبر القرار الصادر عن المحكمة عن أي مدين للشركة بينة قاطعة على أن الذي حكمت به مستحق للشركة مع مراعاة طبعاً حق المحكوم عليه باستئناف القرار. المادة 269 الإجراءات التي يقوم بها المصفي لتصفية الشركة. المصفي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام أعمال التصفية بما في ذلك 1. إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة قبل التصفية. 2. جرد أصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها. 3. تعيين أي من الخبراء والأشخاص بمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به تحت إشرافه. 4. إقامة أي دعاوى واتخاذ أي إجراءات قانونية باسم الشركة أو نيابة عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها بما في ذلك تعيين محام لتمثيل الشركة في أي من هذه الدعاوى والإجراءات. 5. التدخل في الدعاوى والإجراءات القضائية المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها. ب. يجوز لأي دائن أو مدين أن يرجع للمحكمة بشأن الطريقة التي يمارس فيها المصفي للصلاحيات الواردة طبعا في الفقرة السابقة، وبكون قرارها بذلك قطعيا. أما بالنسبة للمادة 270 واجبات والتزامات المصفي وحق الطعن بقراراته. طبعاً بيلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالأمور التالية: 1. إيداع الأموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية. 2. تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدققي حسابات التصفية عما تسلمه من مبالغ أو دفعها. طبعاً ما بيعتبر هذا الحساب نهائياً إلا بعد تصديقه من قبل المحكمة. 3. حفظ سجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الأصول طبعاً المراعية لأعمال التصفية، ويجوز لأي دائن أو مدين للشركة الاطلاع عليها بموافقة المحكمة. طبعاً دعوة الدائنين أو المدينين إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراعاتهم. 5. مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدائنين والمدينين في إشرافه على أموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها. ب. يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي وإجراءاته وقراراته أن يطعن فيها لدى المحكمة التي لها أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها، ويكون قرارها في ذلك قطعياً. المادة 271 استئناف قرار المحكمة أثناء التصفية. يجوز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة أو أي قرار تصدره أثناء التصفية إلى المحكمة الاستئناف وفقاً لأصول المحاكمات المدنية المعمول بها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية التي تصدرها المحكمة. المادة 272 انقضاء الشركة بعد صدور قرار فسخها. ألف بعد إتمام تصفية الشركة المساهمة العامة طبعا تصدر المحكمة قرار بفسخها وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار، بتولى المصفي تبليغه إلى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية
وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، وذلك طبعا على نفقة المصفي. إذا تخلف المصفي عن تنفيذ هذا الإجراء خلال 14 يوما من تاريخ صدور القرار، طبعا يغرم مبلغ 10 دينار عن كل يوم يستمر فيه تقصيره. ب، إذا تبين أن هناك أي موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق للشركة بعد فسخها وشطب تسجيلها، بيجوز للمراقب إحالة هذه المسألة إلى المحكمة لتعيين مصف قانوني أو تكليف المصف السابق لغايات التصرف بتلك الموجودات أو تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق أحكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون. طبعاً أسباب التصفية الإجبارية، بينت المادة 266 أسباب التصفية على النحو التالي: ألف، ارتكاب الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي. ب، عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها. جيم، توقف الشركة عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع. دال، زيادة مجموع خسائر الشركة عن 75% من مجموع رأس مالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأس مالها. بعد ذلك ننتقل إلى سداد ديون الشركة. بينت المادة 256 هذا الأمر بالنص التالي: يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد خصم نفقات التصفية، بما في ذلك أتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب: ألف، المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة. ب، المبالغ المستحقة للخزين العامة والبلديات. جيم، بدلات الإيجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجل للشركة. دال، المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القانون المعمول بها. بعد ذلك ننتقل إلى نتائج التصفية. طبعاً تنحصر في هذه الاحتمالات التالية: إنه نتيجة التصفية ربح، وذلك إذا كانت متحصلات التصفية من الموجودات أكبر من القيم الدفترية. طبعاً هنا يرحل الربح إلى حساب المساهمين بعد اقتطاع الضريبة الواجبة والتي تدفع من بنك الشركة. 2، نتيجة التصفية خسارة أقل من رأس المال، وذلك إذا كانت متحصلات التصفية أقل من القيم الدفترية للموجودات. هنا بترحل الخسارة لحساب المساهمين وبيدفع المصفي لهم رصيد حساباتهم. 3، نتيجة التصفية خسارة تزيد عن رأس المال المدفوع ولا تتجاوز رأس المال المكتتب به. طبعا هنا بيقوم المصفي بطلب الأقساط غير المسددة من المساهمين أو يطالبهم بسداد الجزء الذي يكفي سداد الدائنين فقط. 4، نتيجة التصفية خسارة تزيد عن رأس المال المدفوع مع وجود الاحتياطات، وهنا تغطى خسارة التصفية التي تزيد عن رأس المال المدفوع مع الاحتياطات إذا كانت أرصدتها كافية لذلك. 5، نتيجة التصفية خسارة تزيد عن رأس المال والاحتياطات، وهنا يتنازل الدائنون عن جزء مما لهم في ذمة الشركة، ويعتبر هذا الجزء إيرادا للشركة حيث يظهر في الجانب الدائن من حساب التصفية. هنشوف حالة حالة من نتائج التصفية. الحالة الأولى وهي نتيجة التصفية ربح، طبعا قررت الهيئة العامة مثال غير العادية لإحدى الشركات المساهمة العامة تصفية أعمالها وكانت ميزانيتها بذلك التاريخ كما يلي: هي الميزانية عندنا 400,000 موجودات ثابتة، 300,000 موجودات متداولة، 100,000 نقد لدى البنك، طبعا 500,000 رأس المال واحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري ومخصص استهلاك الأصول الثابتة ومخصص تعويضات نهاية الخدمة، و100,000 أسناد القرض، و50,000 دائنون. طبعا هذا المثال في صفحة 180. طبعا تمت التصفية على النحو التالي: إنه بيعت الموجودات الثابتة بمبلغ 425 دينار، وبلغت متحصلات الأصول المتداولة 325 دينار، وبلغت مصاريف التصفية 10,000 دينار، ومعدل ضريبة الدخل 35%. طبعا تصوير حساب التصفية وحساب المساهمين وحساب البنك. طبعا في عندنا 400,000 إلى حساب الموجودات الثابتة، 300,000 ها
هذا حساب التصفية، 300,000 إلى حساب الموجودات المتداولة، و 10,000 إلى حساب مصاريف التصفية، وأيضا 21,000 إلى حساب مخصص ضريبة الدخل، و 39,000 إلى حساب المساهمين طبعا في الجانب الدائم من حساب مخصص استهلاك الأصول الثابتة 20,000، 425,000 من حساب البنك، 325,000 من حساب البنك اللي هو الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة، بدينا 770 حساب التصفية. بعد ذلك ننتقل إلى حساب المساهمين، 659 إلى حساب البنك، 500,000 من حساب رأس المال، و 40,000 من حساب الاحتياطي الإجباري، 80% طبعا من حساب الاحتياطي الاختياري، هذا كله موجود معنا في المثال، و 39,000 من حساب التصفية. طب حساب البنك حيكون 100,000 إلى حساب الرصيد المدور، 425,000 إلى حساب التصفية اللي هو الموجودات الثابتة، 325,000 إلى حساب التصفية الموجودات المتداولة. طبعا حيكون عندنا 10,000 من حساب مخصص تعويضات نهاية الخدمة، 100,000 من حساب إسناد القرض، 50,000 من حساب الدائنين، 10,000 من حساب مصاريف التصفية، 21,000 من حساب مخصص ضريبة الدخل، و 659 من حساب المساهمين، فبكون حساب البنك عندي 850,000. المثال الثاني، لو نتيجة التصفية خسارة تقل عن رأس المال، على فرض نفس المعطيات المثال السابق انه بيعت الموجودات بمبلغ 325، اما في المثال السابق بيعت ب 425. اثنين، بلغت متحصلات التصفية من الموجودات المتداولة 225,000، اما في المثال في السؤال السابق كان 325,000 دينار. بلغت مصاريف التصفية 10,000 دينار، المطلوب تصوير حساب التصفية. طبعا هيكون عندي 400,000 إلى حساب الموجودات الثابتة، 300,000 إلى حساب الموجودات المتداولة، و 10,000 إلى حساب مصاريف التصفية. في عندنا 20,000 من حساب مخصص الإهلاك، 325,000 من حساب البنك، طبعا هذه موجودة بالسؤال، 325,000 هي هو معطي مديني إياها، وأيضا 225,000 معطى، فإذا 140,000 من حساب المساهمين اللي هي خسارة التصفية. فهيك بكون التوتال للتصفية 710,710,000. نأتي للمساهمين، هيكون إلى حساب التصفية طبعا الخسارة اللي هي من حساب المساهمين، هيكون 140,000 إلى حساب التصفية، وطبعا في عندنا 480 إلى حساب البنك، و 500,000 من حساب رأس المال، و 40,000 من حساب الاحتياطي الإجباري، و 80,000 من حساب الاحتياطي الاختياري. طبعا حساب البنك 100,000 إلى حساب الرصيد المدور، وفي عنا 325,000 إلى حساب التصفية طبعا هاي بالسؤال، و 525 إلى حساب التصفية الموجودات المتداولة طبعا من حساب مخصص تعويضات نهاية الخدمة وإسناد القرض والدائنين ومصاريف التصفية، طبعا هيكون عندي من حساب المساهمين 480,000. المثال الثالث، لو كانت نتيجة التصفية خسارة تزيد عن رأس المال المدفوع، كانت ميزانية إحدى الشركات المساهمة العامة على النحو التالي، أنه عندي الميزانية العمومية موجودات ثابتة 400,000، متداولة 300,000، والبنك 50,000. في عنا رأس المال الإسمي 500,000، طرحنا منه القسط الثابت غير المدفوع 125,000، فبديني رأس المال المدفوع 375,000، وأيضا 250,000 إسناد القرض، و 125,000 دائنون، فإذا الميزانية العمومية 750,000. بتاريخ هذه الميزانية تقرر تصفية الشركة، واحد بيعت الموجودات الثابتة ب 175,000 دينار، والمتداولة ب 75,000 دينار، مصاريف التصفية 15,000، وسددت جميع المطلوبات، وقام المساهمين بدفع 90,000 دينار من القسط غير المدفوع لتوفير النقدية اللازمة لتسديد التزامات الشركة. المطلوب تصوير حساب التصفية والمساهمين والبنك. طبعا حساب التصفية 400,000 إلى حساب الموجودات الثابتة، 300,000 إلى حساب الموجودات المتداولة، وطبعا في عندنا 15,000 مصاريف التصفية. في عندنا 175,000 من حساب البنك، هي معطى بالسؤال، 75,000 من حساب البنك الموجودات المتداولة أيضا معطى، فإذا المساهمين 465,000. طبعا هاي خسارة التصفية. طبعا هيكون عندنا 465 إلى حساب التصفية أو خسارة التصفية، 375 من حساب رأس المال، طبعا 90,000 من حساب البنك، طبعا هذا ما دفعه المساهمين.
بعد ذلك ننتقل إلى حساب البنك. طبعا حساب البنك 50,000، هذا رصيد مدور. في عندنا 175,000 حساب التصفية اللي هي الموجودات الثابتة، 75,000 إلى حساب التصفية الموجودات المتداولة، 90,000 إلى حساب المساهمين. طبعا أسناد القرض والدائن ومصاريف التصفية طبعا كلها معطى بالسؤال، 390,000. الحالة الرابعة وهي حالة نتيجة التصفية خسارة تزيد عن رأس المال المدفوع مع موجود احتياطات. في عنا مثال، تقرر في 31/12/2010 تصفية إحدى الشركات المساهمة العامة وكان ميزانيتها على النحو التالي. الميزانية العمومية عنا 400,000 أصول ثابتة، 300,000 أصول متداولة، 50,000 نقدية لدى البنك. رأس المال في عنا 500,000 رأس المال، طرحين منه القسط الثالث والرابع غير المدفوعين، فداني رأس المال 300,000. في عنا احتياطي إجباري 120,000، وفي سندات 280,000، ودائنون 50,000، فالميزانية 750,000. طبعا بيحكي لي انه بالسؤال قد تمت تصفية الشركة على النحو التالي: بيعت الأصول الثابتة بمبلغ 150 دينار والمتداولة 225، ومصاريف التصفية 25,000 دينار. تصوير حساب التصفية كالعادة، 400,000 إلى حساب الأصول الثابتة، 300,000 إلى حساب الأصول المتداولة، وفي عنا إلى حساب مصاريف التصفية 25,000. طب بيعت البنك طبعا الأصول الثابتة ب 150 كما بالسؤال، وبعنا الأصول المتداولة ب 225، هيكون من حساب البنك. إذن المساهمين اللي هي خسارة التصفية 350,000 دينار. المساهمين طبعا هيكون إلى حساب التصفية اللي هي خسارة التصفية 350,000 دينار، وفي عنا من حساب رأس المال اللي هي 300,000 دينار، في الاحتياط الإجباري 120,000 دينار، وإلى حساب البنك 70,000 دينار. حساب البنك هيكون في عندي رصيد مدور 50,000 دينار، والتصفية اللي هي 150,000 دينار، و 225 الأصول المتداولة، 150 ثابتة و 225 متداولة. طبعا السندات عندنا 280 والدائنون 50 ومصاريف التصفية 25، فإذا المساهمين 70,000 دينار هيكون بالمثال. المثال الأخير والحالة الأخيرة هي نتيجة التصفية خسارة تزيد عن صافي حقوق المساهمين. كانت ميزانية إحدى الشركات المساهمة على النحو التالي: 400,000 الموجودات الثابتة و 300,000 الموجودات المتداولة و 100,000 خسائر مدورة، وفي عندي 25,000 حساب البنك. في أيضا المطلوبات 500,000 رأس المال المكتتب به والمدفوع، في 25,000 احتياطي إجباري، و 300,000 مطلوبات مختلفة. تاريخ هذه الميزانية: بيعت الأصول الثابتة بمبلغ 175,000 دينار والمتداولة ب 75,000 دينار، مصاريف التصفية 25,000 دينار. ثلاثة بيحكي لي وزعت الأموال المتوفرة بين المطلوبات توزيعا نسبيا وتنازلوا عن الباقي. بدنا نصور في عنا رصيد مدور لحساب البنك طبعا 25,000، والتصفية 175,000 و 75,000 للمتداولة، هذا بالسؤال. طبعا المطلوبات المختلفة 250,000 و 25,000 اللي هي مصاريف التصفية. نأتي إلى حساب المساهمين. طبعا حساب المساهمين 525,000 إلى حساب التصفية، و 500 من حساب رأس المال، و 25,000 من حساب الاحتياطي الإجباري. التصفية 400,000 إلى حساب الموجودات الثابتة، 300,000 إلى حساب الموجودات المتداولة، في عندي 100,000 إلى حساب خسائر مدورة، وأيضا عندنا مصاريف التصفية 25,000. فإذا 175,000 من حساب البنك، بما إنه إحنا بعناهم ب 175 الثابتة، ال 75 الموجودات المتداولة، في عندنا 50 مطلوبات طبعا المبلغ المتنازل عنه، و 525 من حساب المساهمين. إذا بكون حساب التصفية للطرفين 825. هيك إحنا بنكون انتهينا من المقرر معنا لهذا الفصل ولهذا المساق، لمساق مبادئ لمساق محاسبة شركات 2، وتم شرح 20 محاضرة لهذا المساق، بداية من الفصل التاسع، من الفصل العاشر إلى الفصل الثامن عشر. وتم شرح في هذه المحاضرة تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها، وتعرفنا على الأحكام للتصفية الاختيارية والتصفية الإجبارية وأسبابها، وأيضا تعرفنا على حالات التصفية، أنه حيكون عندي 5 حالات اللي هو نتيجة التصفية: إما ربح أو خسارة أقل من رأس المال، أو خسارة تزيد عن رأس المال المدفوع ولا تتجاوز رأس المال المكتتب، وأيضا ممكن تكون خسارة تزيد عن رأس المال المدفوع مع وجود احتياطات،
أو خسارة تزيد عن رأس المال والاحتياطات. هذا ما تم شرح في هذه المحاضرة. هذه المحاضرة الأخيرة كانت المحاضرة الأخيرة لهذا المساق، مساق محاسبة شركات 2. نلقاكم بإذنه تعالى في لقاءات أخرى ومساقات أخرى، وبالتوفيق لكم جميعاً.